مرحبا برج القوس، أهلا فيك. في قراءتك العام عزيزي، هذه القراءة تصلح للطالع الشمسي وأيضا القمري. راح أنظر فيها إلى الجانب العملي من حياتك، الحياة العاطفية اللي ممكن تكون فيها الطاقة معكوسة، وأيضا الأخبار القادمة في طريقك. أبتدي أول شيء بالجانب العملي، وهو جانب المال والأعمال، الوظيفة والدراسة وحتى المشاريع. أول كارت هو الطاقة الحالية. أخيرا وصلت يا برج القوس إلى مرحلة وضوح، اتضحت عندك أمور، انكشفت لك أمور، فصرت فاهم حقيقة وضعك. خلينا نشوف الطاقة اللي طالع منها البرج. أكيد لما يكون عندنا البرج يكون عندنا المبنى اللي مخلينا ما نقدر نشوف خارج هذا البنيان. عندما يسقط البرج، هذه هي لحظة سقوط البرج، خلاص هذه هي طاقة الماضي حدثت. الطالع مثلا من صدمة، من متعافي، من علاقة، حتى انفصال، صار عندك وضوح. طاقة المستقبل، اوكي، تحس بالحرية. تعرف ساعات تصيدنا حادث او يصيدنا شيء لا سمح الله، الشيء نفسه سيء، ولكن ما بعد الحادث تكون لحظة جميلة، تحس بالتحرر. هذا النوع من الطاقة، ان في تدخل الهي. الوضع اللي كان موجود عندك كان في مشكلة، ما كان قاعد يمشي حسب مصلحتك، كان لازم هذا البرج يقع، هذه اللحظة، الصدمة، الخسارة تحصل في حياتك من اجل ان تدرك الحقيقة، من اجل ان تدرك شنو الاشياء اللي حاليا فعلا تهمك، الطاقة اللي راح تحتاجها. اوكي، الكوب الصغير ما بين ملكة الأكواب إلى الكوب الصغير يقول لك محتاج أن تتمهل، لا تكون اندفاعي خلال هذا الشهر. وإن كنت تملك هني في السيف الأول الكثير من المعلومات، الكثير من الاستيعاب، ولكن لا تستعجل في صنع القرار. والنتيجة عندنا هني 10 الأغصان. قراءة جدا بالنسبة لي طاقتها جدا جميلة، خصوصا في الجانب العملي. عندك انتهاء لأشياء مؤلمة، المرحلة المؤلمة في حياتك، مرحلة الخسارة، هني أشوف كأنما أنت عندك الكثير من الأمور اللي تستنزفك، يمكن ماليا، طاقة، ماخذ أنت الكثير من المهمات داخل المنزل وخارجها، بحيث أنك ما تقدر، ما عاد تقدر، ولكن ظليت تحاول تصارع أو تتحمل، فكانت لازم، كنت أنت بحاجة إلى طاقة البرج. كارت البرج كان مهم، تدخل ينهي عندك شيء، ممكن حتى بعضكم مر بحادث سيارة خسر فيه ممتلكات، حادث خسر فيه تلفون، ممتلكات، شيء مهم بالنسبة له، ولكن لما خسرت هذا الشيء أدركت حقيقة أهم، كأنما هني شوي ابتعد عن انفصالك، كنت جدا متعلق بهذا الشخص أو بهذه الفرصة، بهذه الممتلكات، صرت هني أكثر حرية. جميلة هذه الطاقة لما تكون أنت متجه نحو سعادة، ما تعتمد على أشياء، ما تعتمد على أشخاص، وحتى ما تعتمد على ظروف. هذه السعادة الجميلة والإدراك اللي أنت راح تصل له في حياتك العملية، يعني بغض النظر الأمور في مشروعك، في عملك، أو حتى في الدراسة قاعدة تكون تمام أو عكسه، أنت سعيد. نوضح السيف الأول، 4 الخماسيات. أوكي، لأنك كنت قبل في سبب الحقيقة ما أظهرت أو ما راح تظهر نفسها لك قبل هذا الشهر، أنت كنت غير مستعد لأن تسمع الحقيقة. ممكن الحقيقة تقول لك أن مثلا الممتلكات، البيت اللي أنت بنيته، الوظيفة اللي أنت فيها حين خسرتها مثلا، المشروع اللي خسرته، المشروع اللي ما وفقت فيه، في شيء هني حدثت مثل ما قلت لك لحظة البرج. أنت كنت قبلها غير مستعد أن تسمع أن الشيء اللي أنت داخل فيه ليس من مصلحتك، ما قاعد يخدمك. برجك اللي أنت بنيته من أجل أن تعمره صار لك بمثابة التقييد، صرت مقيد داخل برجك الخاص. فهني كأنما صار حدث أو ظرف خارج عن إرادتك، عشان تقدر تشوف، عشان تكون مستعد أن تنفتح وفعلا تكون على الخارطة الصحيحة، وتروح لفرصة جديدة أفضل إن شاء الله قادمة في الطريق. خلينا نوضح لحظة البرج. أوكي، لأن في عرض أجمل قادم بالطريق، في عرض أجمل
ماديا وحتى معنويا. هنا عندنا طاقة المياه، عندك أيضا طاقة الأبراج الترابية، ثور، جدي، عذراء. أتوقع هذه طاقة الشخص اللي راح يعرض عليك أو يأتي لك بفكرة العرض الجديد. وهنا عندنا طاقة الحوت، برج الحوت والسرطان، وأيضا الحوت السرطان والعقرب. خلينا نوضح ملكة الأكواب، ستة الأكواب. شيء في الماضي، شيء قديم أنت متعلق فيه، وظيفة قديمة، فكرة قديمة لمشروع مش مستعد كنت أن تتخلى عنه، ولكن الحين ممكن بعضكم حدثت لك حدثت خلاص لحظة البرج عندكم، وبعضكم لا، مقبل على أن تحدث في حياته لحظة البرج، ولكنها تأكد لحظة جميلة. تعرف اللي يقولون لك الدمار الجميل، ساعات يكون في دمار مخيف، هذا دمار جميل راح يفتح عينك على فرص أجمل أجمل، تعطيك مردود أموال. قاعدة هني أشوف في هاي الصورة أموال، أموال تأتيك بالراحة. هني أشوف أنك كنت متجه لطريق صعب، طريق فيها عناء وتكبد، تأتي بالأموال، تدرس الدراسة في مكان ما يقدرونك فيه، أنت غير مقدر في المكان القديم، في المكان الجديد هم اللي يطلبونك. خلينا نوضح الكوب الصغير، الموضوع وين تأخذ مسار حياتك العملية في الفترة القادمة من بعد ما تحدث لحظة التغيير هي بيدك أنت. لا تلوم الآخرين ولا تعطي القوة، هني القوة الساحر في يد الصولجان. أنت اللي في يدك أن تأخذ الموضوع الجديد وين ما حبيت. هني كأنما مثل ما قلت لك مطلوب منك طاقة التأني، فكر قبل ما تنفذ، فكر الحين أنا انتهيت من القديم راح أدخل في الفرصة الجديدة، وين أريد، شنو أريد أحقق، وين أريد أخذها. هل أريدها تكون ناجحة فقط على ال محليا، أريدها أن تصل إلى النجاح على مستوى الدولة، نجاح على مستوى الوطن العربي، على مستوى العالم، وين أريد أخذها. هذا هو السؤال المهم اللي لازم تطرحه عشان توجه نيتك وقاربك في هاي الجهة. وآخر شيء عشر الأغصان، كرت برج الحوت، العالمة الهاي بريستس، وهي حافظة الأسرار. مثل ما قلت لك يا برج القوس، أنت هني قاعد تتحمل الكثير، وقاعد حتى ما تعبر هني داخل في طاقة، ما تعبر عن مقدار الألم، مقدار التعب اللي أنت تمر فيه. برج القوس مش من الأبراج اللي يشتكي، في أبراج كثيرة. تبون تعرفون طبيعة الأبراج؟ شوف الكومنتات اللي يكتبونها أصحاب الأبراج تحت كل فيديو، راح تفهمون طبيعة الأبراج. اقروا ما تحت الكلام، إذا شفتوا طبيعتهم كثرة التذمر اعرفوا أن هذه لين الأبراج من النوع اللي يشتكون. أنت ما تشتكي هنا يا برج القوس، وهو فعلا طبيعتك ما تشتكي، ولكن مش معناته أن معاناتك أقل من الآخرين، بالعكس أنت حملت الكثير، وحان الوقت. لا تظل متمسك بالقديم، لأن حان الوقت أن تأتيك الفرصة الجديدة، هي تعطيك ما تستحق. لا تخلي الآخرين هني يقولون لك ويملون عليك شنو اللي أنت تستحقه، خصوصا إذا شافوك في الفترة القادمة دائما جيبك مليان من الأموال، الأموال يأتونك بالراحة، المناصب والآخرين دائما هم اللي يطلبونك، عندك طاقة الآخرين راح يطلبونك في الناحية العملية في الفترة القادمة. لا تستغرب، هذه ثمرات صبرك، أنت صبرت وتحملت. طبعا التحمل هي من طبيعة الأبراج الترابية، ولكن أنت صبرت وتحملت، قمت بما يجب أو دفعت اللي عليك عشان تأسس لنفسك بداية جديدة. الله ما كتب لهاي البداية أن تنمو أو تظل قائمة، ولكن تأكد أن تحت هذا كله بداية أجدد. شوف الكرتات اللي تحت هي اللي توضح لنا في شيء توه تحت التربة، الزرعة لما تكون توها تريد أن تثمر أول ما تبتدي تكون تحت التربة. خلال هذا الشهر أنت وضعك راح يكون توه تحت التربة، توها الزرعة مستعدة أن تشق طريقها إلى النور، فلا أنت تحبسها هنا، عندك شوية طاقة الحبس أو تريد أن تقاومها، عندك طاقة مقاومة، لا تقاومها، خليك منفتح. في كرت الساحر هني أشوف لك طاقة العالم، هو قوقعتك، يعني العالم في يدك،
وين ما تريد تأخذ حياتك العملية قادما راح تقدر. الأمور سهلات، طاقة الماء دائما في الحياة العملية هي طاقة التسهيل، تسهيلات قادمة في طريقك. فلا تفكر شلون راح أسوي وشلون راح يصير اللي في بالي، كل الأمور والأبواب راح إن شاء الله تنفتح في وجهك باب تلو الآخر. حان الوقت لتحصد ثمرات تعبك. اللي بعده راح أشوف يا أعزائي الجانب العاطفي. العاطفية راح تكون عامة، مش خاصة بالمرتبطين أو المنفصلين أو غيره. القراءات التفصيلية راح إن شاء الله تكون خلال شهر يونيو. خلنا نشوف وضعك أو طاقتك العاطفية لهذا الشهر، شهر 6. أول كرت 10 الأكواب. راضي بنصيبك، راضي، ما عندك، ما أشوف عندك طلبات تعجيزية مع الشريك وحتى تجاه الشريك، جدا قنوع. العربة، مثل ما حياتك العملية التسهيلات راح تأتيك في دربك، هني أشوفك أنت تقدم للشريك تسهيلات، تحاول أن تسهل العقبات اللي موجودة، احتمال موجودة أمامكم عشان ترتبطون. كارت برج العقرب، هل هو برج العقرب هو العقبة؟ يمكن أم الشريك، أمك أنت، أحد الوالدين من برج العقرب. لأن هني كأنما أشوف شخص واقف بالمرصاد لكي يمنع أو يؤخر على الأقل الارتباط والاجتماع بينكم. الخماسيين، يد، نعم، شفت العربة؟ العربة دائما تتوجه بسبب قوة اندفاعها فيها حصانين، تتوجه بشكل مباشر في شخص واقف أمامك أنت والشريك، يحاول يمنع، يأخر، يحط كنترول على هاي الارتباط الاجتماعي، السعادة اللي موجودة ومكتوبة لكم أنت والشريك. النصيحة والحل الوحيد تجاه هؤلاء الأشخاص أو هذا الشخص بالذات، الالتفاف. شفته وين واقف؟ تلتف حوله، يعني أيضا بمعنى آخر ما تواجهه وما تضيع أي طاقة وجهد في مواجهة هؤلاء الأشخاص، لا تعيرهم أي اهتمام وطاقة. وآخر كرت عندنا العالمة مرة أخرى، هل مطلوب منك أن شوي تكون كتوم؟ نعم، برج القوس من الأبراج الصريحة اللي دائما تلاقي عند الجواب لكل أسئلتك. يقول اللي في قلبه على لسانه واللي في لسانه على قلبه، كأنما أحس أن شوية النصيحة لك خصوصا مع الشريك أو بخصوص وضعك مع الشريك، كن متكتما. ليش تكون متكتم؟ أشوف كأنما هني هذه كرت السعادة الكاملة، راح تحصل على مرادك وبسرعة. ليش أقول لك بسرعة؟ عندنا العربة، مو حصان واحد، حصانين، السرعة وبقوة وبمستوى حتى قوي. يعني حتى لو كان بصير الارتباط ما راح يكون في ارتباط أي كلام، راح يكون على مستوى. برج العقرب هني دائما هو برج أن الأمور تحدث على مستوى كبير، حتى لو ما كان في أشخاص واقفين بالارتباط، هذا الكرت يقول لي الأمور راح تحدث على مستوى كبير. يعني ارتباطكم أو سعادتكم، انتقالكم لمنزل جديد راح يكون خبر يهز مثلا الحي. فلذلك مطلوب منك وأنت مع الشريك شوية تكتم، تكتم على الخير القادم في طريقكم. خلنا نوضح الكارتات. 10 الأكواب عندنا هني، النجمة، برج الدلو. احتمال أحد من برج الدلو يساعدك من أهلك. 10 الأكواب هو كارت اجتماع العائلة أيضا، فإذا في أحد من أهلك أو من أهل الشريك هو من برج الدلو، رسالة لك أن تثق فيه أو تسمح له على الأقل أن يساعدك، تسمح له أن يساعد إذا كان هو يعرض خدماته. كأنما أشوفك أنت مع الشريك راح تمرون بمرحلة جميلة انتقالية، تنتقلون إلى منزل جديد أو ترتبطون في بداية التخطيط للارتباط. فخل برج الدلو على بالك، تأثيره أتوقع راح يكون إن شاء الله جدا إيجابي. العربة، في كرت هنا عندنا انقلب،
كرتين. عشر الخماسي، عشر الأغصان مثل القراءة العملية، إن إحنا خلاص هذا الحمل الثقيل نضعه، نرتاح، نرتاح لأن خلاص الاجتماع الكوبين، الاجتماع بيننا وبين الشريك على الأبواب. الحمد لله إن الكثير من القوسيين راح ينالون منالهم أو أمنيتهم. النجمة هو كرت الأمنية، أمنيتهم قادمة في الطريق. مهما كانت أمنيتك، تمنى، هذا هو شهر التمني. الفول مثل ما قلت لك، الالتفاف، عدم المبالغة في الحديث وعدم المبالغة في الوضوح. وإن كانت طبيعتك نعم واضحة، لا شوية حاول. هني دائما الأحمق شخص أشوفه يخبي ويقول أنا ما عندي أي شيء أخفيه، فلأجل ذلك أن تفصح بالكثير عن المعلومات. لا، هذه الفترة كن فخورا أن يكون عندك أشياء خاصة فيك بينك وبين الشريك وتخفيها عن الآخرين، لا تكون منفتحا. أوكي. وآخر شيء الخماسيين الأثنين، هذا الكرت، ثمانية السيوف. ثمانية السيوف هني تقول لي ان اذا في اي شخص يريد ان، في اشخاص هني يريدون ان يحفرون لك حفرة، انت راح كأنما تحس بالاشخاص اللي يحاولون يوقعون بينك او يخربون عليك عملية الارتباط، عملية الانتقال السعيد. هؤلاء الاشخاص مثل ما قلت لك في البداية، التف حولهم وخلهم هني تشوف العصابة على عينهم. شنو ترمز العصابة؟ عدم القدرة على الرؤية، ولكن مش انت اللي تسوي الشيء هذا او تقوم به جسديا. ثمانية السيوف هي دائما مرحلة ندخل فيها باختيارنا الخاص. شلون يعني؟ تخليهم ما يقدرون يصلون لك، لا انت ولا الشريك، ما يعرفون اخبارك، ما يعرفون التطورات اللي قاعدة تصير في حياتك، ما يعرفون العربة هذه اللي بينكم وين وجهتها القادمة، وين راح تختارون منزلكم الجديد، من وين راح تأثثون منزلكم، متى موعد الزواج. عليك أن تتركهم في وضع منفصلين، أوكي، وفي وضع تخليهم في الظلام، في الظلام ما عندهم أي معلومات أو حتى قدرة أن يصلون لمحيطك أو محيط الشريك. هذه المهمة تقع على عاتقك أنت يا برج القوس. خلك استعينوا على أموركم بالكتمان خلال هذا الشهر، خصوصا لما يكون قادم في طريقك شيء جدا جميل. آخر كرت العالمة، تسعة الأغصان. تسعة الأغصان مثل ما تعرفون هو كرت أن أصنع، ما بقى شيء، التسعة بقى القليل، ذهب الكثير بقى القليل، مستعد أني أتحمل وأصبر لحد ما أصل إلى مرادي، أصل للشيء اللي في بالي. وأيضا هو كرت الحائط اللي نبني بيننا وبين الآخرين، نمنعهم من الاقتراب. هذه أيضا علامة ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب بعد هذه النقطة. حط حدود في الفترة القادمة، أنت بحاجة إلى أن ترسم مخطط وحدود. مثلا أهلي وأهلك، اتفاق هنا عندنا الخماسيين، أهلي وأهلك لأي درجة مسموح لهم يعرفون عن علاقتنا، شنو نوع التطورات اللي مسموح لنا نخبرهم فيها، وشنو الأشياء اللي نحتفظ فيها أنا والشريك لنفسنا. العالمة، الاحتفاظ، الكتمان، الاتفاق. أيضا عندك كأنما أشوف راح تمر بفترة جدا متفق فيها مع الشريك وقاعدين تخططون لحياتكم القادمة. أوكي، هذه كانت قراءتك العاطفية، قراءة جدا جميلة وطاقة جميلة يا برج القوس. هني راح ننظر الأخبار القادمة في طريقك، سواء أنت بانتظار الموافقة على تأشيرة، نتائج فحوصات، أي نوع من الأخبار اللي أنت بانتظارها راح إن شاء الله نلقي نظرة عليها. خلنا نشوف. الأخبار القادمة في طريقك، في خبر موافقة مبدئية هني. الخماسي الصغير هو كارت أشوفه على أساس أنه موافقة مبدئية، ولكن موافقة تأتي بشروط.
تأتي بأنظمة ولوائح، مثلا موافقة على مشروعك، ولكن في شروط مالية مع البنك، إجراءات لازم تقوم فيها عشان يحدث هذا المشروع على أرض الواقع. مثلا موافقة من الشريك حتى على الحمل، ولكن في شروط لما يصير الحمل نربي أبنائنا بهاي الطريقة. موافقة مثلا على الفيزا والتأشيرة، ولكن في شروط، لازم تجلب نوع معين من المال، لازم تجلب معك شهادات الخبرة، لازم تقوم باختبار شخصية، مع شروط. مع شروط هني عندنا كارت برج الحوت، اصبر وتحمل. برج القوس، انت عزيزي من الابراج اللي في قلبك على لسانك، واللي في لسانك هو يوضح اللي في قلبك. فهني كأنما حاول ان تستوعب هذه الشروط، لا تعترض، لانه ما في فايدة من الاعتراض، لانه هني قاعد اشوف الشروط اللي راح تنحط عليك. هذه الشروط مجرد عشان يضمن فيها الطرف الثاني حقوقه. الطرف الثاني مر بتجارب سيئة، ممكن يكون شريكك، ممكن تكون جهة رسمية، مروا عليهم أشخاص سيئين أخلوا بالاتفاق. فعلى دورك أنت، على حظك أنت، راح يكون في شروط. خليك مرن، طاقة الماء هي طاقة المرونة، خليك مرن، لا تعترض، اطلع شوي من طاقة النار، طاقة العناد، وادخل في طاقة الماء اللي تقدر تستوعب اي شخص واي شيء قادم في طريقك وتحوله وتشكله على مزاجك، لان عندنا في النهايه ثمان الخماسيات. ثمان الخماسيات تقول لي هني العجله، مرادك العجله اللي تحاول انك تحركها، الشيء اللي تحاول ان تصنعه، في شيء اللي هني تحاول ان تنتجه، ممكن في مشروع، ممكن حتى داخل المنزل، في شيء تحاول تنتجه تخلقه عندك، مو موجود حاليا تبي توجده. معتمد على طريقة أدائك واستيفائك لهاي الشروط. فخلك مرن عزيزي، وراح أسحب لك كارت أخير تبع الرسالة التحذيرية لهذا الشهر، أو الرسالة التنبيهية، خلينا نقول ما الذي يجب أن تنتبه إليه خلال شهر يونيو. إيجل كينج، كل الأعين ستكون عليك، لذلك شفنا كذا مرة تكرر هذا كارت برج الحوت القمر، وأيضا العالمة اللي طلع من شوي كارت برج الحوت، كارت الكتمان، كارت الغموض، لأن الأعين عليك. أنت هني تعتقد أن فقط أنت والشريك أو أنت وشخص معني راح تخوضون الأمر أو هذا الشهر، ولكن في طرف ثالث، 2+1=3، الواحد اصلا موجود لحاله، يبين لك ان في طرف ثالث، ممكن تكون جهه رسميه، ممكن حتى مدرائك، ممكن يكونون اعداء يمثلون انهم اصدقاء، ممكن يكونون اي شخص، اعينهم عليك كانما هني يترقبون، ينتظرون منك الزله. ولكن في نفس الوقت انا قاعد افسر لك اول شيء طاقه الرقم، ولكن طاقه الكرت نفسه طاقة ملك النسور. ملك النسور أو طاقة النسر بشكل عام هي طاقة الحماية، الحماية الربانية. نعم، الحماية الربانية راح تكون متوجهة أو محافظة أكثر عليك خلال هذا الشهر، لأن كأنما تريد أن تدفعك لتحصل على مرادك، ولكن أنت أيضا لازم تتساعد مع الطاقة المتوفرة أمامك. يعني مش لأن فقط الله حاميني أقول الله حاميني أروح مثلا أقف أمام السيارات في الشارع وأتعمد أن أقوم بأشياء متهورة، عندك هذا النوع من التحذير والطاقة. أوكي، انظر إلى الصورة الكبيرة. بالضبط، حتى في حياتك العملية أو ما تريد أن تحققه، الصورة الكبيرة حاليا. نعم، علينا اشتراطات، علينا أن نكون غامضين، علينا أن نتكتم، نكون شوية مش على طبيعتنا النارية، ولكن في النهاية ما يهم، لأن راح نحصل بسبب هذا الغموض الكتمان، راح نحصل على ما نريد، نصبر من أجل أن ننول. هذه هي الرسالة التحذيرية لك، وبشوف لك شنو الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها أو تساعدك خلال هذا الشهر.
الحوت للمرة الرابعة أو الخامسة، هل قاعد تتعامل مع شخص من برج الحوت؟ الحوت عنصر مائي، ولكن هني عندنا فكرت الطاقة الحيوانية. الحوت يتكلم لك عن دائما طاقته في التارو هي الطاقة الغامضة، ولكن هني في الطاقة الحيوانية غموضة كتمانة، له مغزى. في سبب لما الحوت يغوص في الأعماق المظلمة ويختفي عن الأنظار ويمنع الآخرين من الاقتراب أو الحصول على أخباره، وفي سبب لما يظهر للسطح. خل كل شيء تسوي خلال هذا الشهر يكون لسبب وهدف محدد. عزيزي برج القوس، هذه كانت قراءتك الجميلة جدا.